استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الإستوني ألار كارس الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى مصر، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة. تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذا التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد أكد الجانبان التزامهما بتطوير التعاون بما يرقى لتطلعات الشعبين الصديقين ويحقق مصالحهما المشتركة. كما تناول الرئيسان الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار والتهدئة في الإقليم، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية. واستعرض الزعيمان الأوضاع في البحر الأحمر والقرن الإفريقي والسودان وليبيا، إلى جانب عدد من الموضوعات الدولية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكدا حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور في مختلف الموضوعات بما يدعم الأمن والاستقرار في الإقليم والعالم.